دكتوره. اهلا بيكي، مساء الخير. اهلا بيكي. ممكن تحدثينا عن سير العمليه الانتخابيه من صباح اليوم وحتى الان ونسب الاقبال؟ بدأت العملية الانتخابية الساعة 9 صباحا النهاردة. ابتدينا بوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث العريش، بعد كده ابتدى التصويت. نسبة الإقبال ضعيفة، أضعف يعني أقل من المرحلة الأولى. حاليا وصلنا تقريبا 140 ناخب من إجمالي 2700 مقيدين في اللجنة، نسبة أقل من 5%. متوقع ممكن يزيد الإقبال قليلا يعني مع الساعات الأخيرة من التصويت. حضرتك يعني احنا شايفين فعلا ان في اختلاف كبير جدا ما بين الجولة الاولى والجولة الثانية، ده يعني جديد على المنوفية او يعني المنوفية عمرها ما شهدت احداث زي كده بمعنى صح في بالنسبة للاقبال، ايه رأي حضرتك في الاعداد دي؟ انا اعتقد دايما بتبقى الاعادة بتبقى العدد المرشحين بعدد الناخبين بيكون اقل من المرحلة الاولى غالبا، يعني ده طبيعي، انا شايف ان ده طبيعي. بس احنا شايفين ان النسبة يعني مختلفة تماما، يعني من 35% في المرحلة الثانية في الجولة الاولى ل 5% دلوقتي، وخصوصا ان احنا دلوقتي عدينا نص النهار كمان، يعني هو لسه فاضل يوم تاني. ومتوقع برضو النسبة هتزيد اكتر شوية، بس طبعا مش هتوصل مرحلة للجولة الاولى. دايما بتبقى الاعادة الفردي بيبقى اقل من المرحلة الاولى اللي بيبقى فيها القوائم مع الفردي. طبعا لاختلاف عدد المرشحين، كان في عدد مرشحين كبير جدا انصرهم كلهم بيخرجوا في الجولة الاولى، اما الجولة الثانية متوقع ان الناخبين العدد بيقل، ده طبيعي جدا. حضرتك ان شاء الله يعني متفائله خير ان احنا في الساعات القادمه باذن الله هنشهد اقبال كبير، ولا محافظه المنوفيه احنا نقدر نقول كده ان محافظه المنوفيه اختلفت تماما، كانت هي المحافظه الوحيده اللي حصل على اكبر نسبه تصويت من الناخبين؟ اعتقد يعني في ظل انخفاض التصويت على مستوى كل المحافظات، فيعني ممكن محافظه المنوفيه برضه هتفضل زي ما هي في المركز الاول برضه في اجمالي عدد الناخبين الحاضرين. حضرتك شفتي النهارده اي مشاكل او اي مخالفات تم رصدها؟ لا خالص، لا ابدا، العمليه هاديه جدا تم بسلاسه، ما حصلش اي مشاكل تذكر. ممكن اعرف عند حضرتك النهارده السيدات ام الرجال اكتر في نسبه الاقبال؟ لا، هو النسبه يعني تقريبا متقاربه، يعني هو الملحوظ قوي لو انخفاض الشباب، اغلب الحاضرين كبار السن اللي هو فيما يزيد عن 40 سنه مثلا. بس انا شايفه معانا هنا مجموعه من الشباب، يعني هم دول عدد بسيط يعني عند حضرتك في اللجنه ولا ايه؟ يا ريت تشوف. لا هو اعتقد عدد الشباب المقيدين في اللجنه اللي هم مواليد الثمانينات والتسعينات كتير اكتر من الكبار، بس لحد دلوقتي اللي حضروا الاغلبيه من الكبار السن. احنا ممكن نقول ان الفتره الصباحيه بتشهد اقبال من كبار السن، ممكن ان احنا فتره بالليل يكون في اقبال من الشباب بسبب اعمالهم. ممكن هي فعلا تصويت العدد الناخبين بيزيد شويه في الساعات الاخيره من التصويت اكتر من الساعات الاولى. طبعا سياده المستشاره انا بشكرك جدا، ميرسي لحضرتك، شكرا جزيلا. اللي معنا الان احد الشباب يحدثنا عن سير العمليه الانتخابيه عامه من الصباح وحتى الان، وهل هناك اقبال متزايد من وسط الشباب ام لا؟ اتفضل يا فندم، اتشرف باسم حضرتك. احمد. اللي عايز اعرف انت يعني شاركت في الجوله الاولى من المرحله الثانيه ولا لا؟ تمام. اللي شايف ان انت النهارده وانت جاي، انت جاي لوحدك ولا مع اصحابك؟ يعني كلمني كده عن وسط الشباب النهارده في الانتخابات ودورهم ايه. لا والله هو لحد الان يعني الاقبال ضعيف جدا من الشباب، بس ده نظرا لان لسه كل واحد مشغول دلوقتي في شغله، فانا متهيالي ان من بعد الساعه 6 ان شاء الله لحد الساعه 9 يعني هيبقى في نسبه كبيره جدا من المشاركه في ان شاء الله من الشباب يعني. تمام. هي ست المستشاره حدثتنا قالت ان نسبه الاقبال عندها رغم النسبه الضعيفه بل ان اللي جايين عندها الناخبين كلهم من كبار السن، يعني انت شايف ان ده مثلا عشان هم ما عندهمش اعمال زي حضرتك ما قلت ولا ايه؟ طبيعي، هو كل حد دلوقتي اكيد ما يعني في شغله، فاكيد ما فيش وقت ان هو ينزل ينتخب دلوقتي، لكن انا يعني متوقع ان ان شاء الله من الساعه 6 لحد الساعه 9 دي هيبقى فيه نسبه كبيره جدا من الشباب بيشارك في المرحله دي يعني. تمام. بس احنا عموما شايفين ان انتوا في المرحله الثانيه في الجوله الاولى كنتوا اكتر من دلوقتي، ده بيرجع لايه؟ ان انتوا تقاعستوا مثلا عن النزول في جوله الاعاده؟ لا هو عشان بس المرحله الاولى كان فيه طبعا عدد ناخبين اكتر من المرحله دي، فعشان كده كان كل مرشح جايب يعني الجماعه او جايب الاشخاص المنتمين اليه، فلكن المرحله الثانيه دي دايما بيبقى فيه ناس يعني عندها يعني برود شويه او فتور شويه من موضوع العمليه الانتخابيه،
فيعني اعتقد ان يعني بكره ان شاء الله هيبقى فيه برضو اقبال اكتر من النهارده ان شاء الله باذن الله. يعني شايفين ان سير العمليه الانتخابيه النهارده وانتم جايين في انتظام في ترتيب في مخالفات تجاوزات، ايه رايك عموما؟ لا والله انا بجد انا يعني راضي قوي عن الموضوع النهارده، ان شاء الله اليوم يعدي بخير وان الموضوع ماشي لحد الان في هدوء تام جدا، مفيش اي مشاكل مفيش اي تجاوزات، وان شاء الله تعدي على خير الامور يعني باذن الله. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا. كما راينا استاذ نشاط راي المستشاره وراي احد الشباب. عايزه اعرف حضرتك ان النهارده تاخر فتح باب 15 لجنه من اصل 1089 لجنه انتخابيه بمحافظه المنوفيه، وذلك لتاخر وصول القضاه رغم الجهود المبذوله من قبل محافظه المنوفيه في توفير اماكن سكنيه قريبه من المقرات الانتخابيه. كانت هناك بعد بعض الخروقات والتجاوزات التي شابت المشهد الانتخابي، وكان منها هجوم أحد الأشخاص بدراجة بخارية على أحد المقرات الانتخابية بمركز سيرس الليان. على الفور تم القبض عليه واتخاذ الإجراء القانوني ضده ووقف سير العملية الانتخابية لبعض الوقت وجاري التحقيق معه حتى الآن. كان لنا لقاء مع السيد محافظ المنوفية منذ قليل حيث صرح لنا أنه تم وقف نائب رئيس مدينة تلا، وذلك لخرقه العملية الانتخابية ودعمه أحد المرشحين بمركز تلا. شيماء أبو المكارم زميلتنا من المنوفية، أنا بشكرك وبحييك على هذا الأداء وهذه هذا التنوع الموجود، وعايز ألفت نظر كل السادة المشاهدين وبيشاركني الأستاذ كمال زاخر في هذا المسعى هذا المرأة، انه في الانتخابات في المرحلة الاولى كان في كل دايرة من الدوائر بيبقى في اكتر من 20 او 30 مرشح بيصفوا في الاخر على مرشحين او ثلاثة او اربعة في جولة الاعادة، فمن ثم كل انصار باقي المرشحين العشرين خلاص هو المرشح بتاعه لم يوفق، فبالتالي هو ما بيروحش العملية الانتخابية ولا يبقى إلا أنصار المرشحين اللي داخلين إعادة أو الأربع مرشحين اللي داخلين إعادة. ده شيء منطقي وإحنا مش بنحاول نبرر ليه الناس ما بتروحش. الدولة والنظام النظام الانتخابي بيوفر البيئة المناسبة للانتخاب، والمواطن هذا حقه وهذا واجبه، فبالتالي نحن فقط نرصد ونحلل لكي نقرأ الصورة حقيقة. هرجع للأستاذ كمال زاخر وتعليقك على المشهد اللي شفته دلوقتي في محافظه المنوفيه. طبيعي ان في المرحله دايما في الاعاده بتبقى الاقبال زي الاسباب اللي حضرتك قلتها موجوده، اضافه الى انه ما زالت الثقه ما بين جيل الشباب وما بين الاكبر منهم، وربما ينظرون الى السلطه الحاكمه باعتبارها جيل من الجيل الاكبر. هذه الثقه تحتاج الى جهد مكثف لاعاده بنائها مره اخرى، خاصة وإنه الشباب لديه حالة من حالات الاستعجال، وده شيء مرتبط بطبيعته، يعني ده مش يعني الهدوء والسكينة ولا ده شيء من الأكبر سنة الأكثر خبرة. خلاص جات الخبرة فالعصبية والانفعال رجعت، لكن هما من حقهم يمارسوا حياتهم كما هي. عشان كده بقول تاني المفاتيح القديمة لا تفتح الأبواب المفاتيح الجديدة. القديمة لا تفتح أبواب جديدة. أو الأبواب الجديدة. نعم. بهذه العبارة الرائعة اللي بستعيرها منك أنا بشكرك، شرفتني في مصر تقرر على قناة دريم وهذه الساعات الإخبارية في الانتخابات، وقطعا في لقاءات أخرى نتحدث عن تجارب إنمائية وتجارب اقتصادية ما بعد البرلمان، خاصة التجربة السنغافورية. ونرجع تاني نفتش في دفاترنا القديمة. نعم. وفي كتب التاريخ هنلاقي أن مصر كانت عندها تجربة. شرفتني الأستاذ كمال زاخر المفكر والمحلل السياسي. فاصل قصير ثم نعود لنستقبل ضيفي في الساعة الجديدة خلال هذا اليوم اللي بنغطي فيه الانتخابات البرلمانية في يوم الأول في الإعادة ومصر تقرر.